طيب خلونا نروح لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. وفي الحقيقة الناس اللي لسه ما راحوش المعرض عندهم فرصة ان هم يزوروه، لان تقريبا باقي 3 ايام عشان فعالياته هتستمر حتى يوم 7 فبراير. امبارح الهيئة العامة والهيئة المصرية العامة للكتاب اعلنت عن اسماء الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 في دورته رقم 53. تعالوا نشوف التقرير التالي. أنا النهاردة فزت بجائزة التأليف المسرحي وعن مسرحية شعرية اسمها كما لا ترون، صادرة سنة 2021 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. وفي الحقيقة يعني أنا مبسوط جدا بهذه الجائزة، لأني من وقت كبير جدا كنت مخطط إن أنا أعمل مسرحية شعرية، لأن هذا النوع من الفن يعني نفتقده بشدة في تاريخنا الحديث. فكان عندي رغبة قوية إن أنا أعمل هذه المسرحية، فمبسوط إنها النهاردة اتقدرت والنهاردة خدت جائزة أفضل كتاب فرع التأليف المسرحي في معرض الكتاب، فده هيمنحها فرصة إن هي يعني تبقى مطروحة بشكل أكبر وإن الناس تاخد عنها فكرة بشكل أكبر، عشان يبقى في عودة ما إلى هذا النوع من الفنون الذي للأسف يعني اللي إحنا هجرناه في الفترة في الأخيرة. بصراحة سعيدة جدا، الكتاب رائع، من الكتب العلمية المبسطة اللي فعلا يستحق إن إحنا كلنا نقراه، لأنه بيتكلم مش بس عن النظريات العلمية، لا كمان بيعرفنا تاريخ العلم وإزاي الناس فعلا علشان توصل للإنجازات العلمية الكبيرة اللي إحنا فيها دلوقتي وعايشين فيها، فعلا يعني العلماء دول بذلوا جهد غير عادي. فأنا بجد سعيدة جدا إن الكتاب فاز، والحمد لله، وأنا ببارك مرة تانية لأميرة. والله الحمد لله، يعني أنا بشكر وزارة الثقافة على المجهود الرائع المبذول في الدورة ديت، لأن فعلا هي دي دورة استثنائية بعد توقف المعرض الفترة اللي فاتت وبعد الدورة اللي اتعملت في غير ميعادها واللي كانت كل شغلها أونلاين. احنا النهارده المعرض بتعافى وبيحط بيثبت قدمه، وده المعرض بيمثل الرياده في الوطن العربي. ده معرض القاهره الدولي للكتاب الدوره 53 طبعا، يعني بنتكلم عن تاريخ، فالحمد لله ده بيمثل لي اضافه وبعتبره تجديد وثيقه بينه وبين الشعر. احيانا احساسي لا يوصف، يعني يوم ما حصلت على الدكتوراه ما حسيتش بالسعاده اللي انا حصلت يعني اللي انا شاعره بيها النهارده. كانت مفاجاه جميله جدا، الناس الجادين فعلا في المسابقة بدون معرفة. ما تخيلتش، أنا قدمت للمسابقة في آخر يوم، ما كنتش متخيلة أنا هكسب، لكن الحمد لله فعلا في نقد جميل وأقلام جيدة وجادة، وما فيش وساطة، ما فيش أي حاجة غير المجهود، فعلا مجهود الشخص اللي مقدم الكتاب، ودي أكتر حاجة يعني عجبتني فعلا في المسابقة. والمسابقة طبعا عن الأدب والنقد والإنسانية.